My dear high school students, grade 2, welcome in the series of final revision. طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي أهلا بحضراتكم في الفاينل ريفيجن مراجعة نهائية للترم الأولاني. الترم أو المراجعة بتاعتنا تعتمد على مجموعة حاجات بسيطة، هناخد مجموعة أيديا، مجموعة أفكار، وبعد الأفكار دي ناخد أسئلة عليها. نبدأ كده مع بعض ونشوف الأفكار بتاعتنا هتشتغل معانا إزاي. تمام؟ أول أيديا ممكن تقابلنا، مين عمل أول first definition للإليمنت ومين عمل أول first definition للأتوم؟ نركز. هلأنا اللي عمل أول first definition للأتوم هما الديموكراتيكس، واللي عملوا أول definition للإليمنت هو بويل. يبقى كده اتفقنا ان first definition for atom democratics، لكن لو قال لي first definition for the element هنقول له بويل. دي نقطة أو فكرة بتقع من ناس كتير مننا. يبقى definition atom لما قالوا إن الأتوم عبارة عن atom أو atom no divided. بويل اللي قال لنا إن الإليمنت is the simplest unit simplest pure metal. تمام؟ can't be divided into simplest form. ده كان كلام مين؟ كان كلام بويل. فده الأيديا الأولانية. طيب the second idea. Second idea who refused the idea of atom. يبقى الجزء الأولاني عرفنا الفرق بين بويل وبين الديموكراتيكس في الديفينيشن بتاع الأتوم والإليمنت. Refuse the idea of atom اللي رفض فكرة الأتوم هو أرسطوتل. يبقى أرسطوتل refused the idea of atom. تمام. وعمل الارستوتل ايميجينيشن، والارستوتل ايميجينيشن لما قال ان اني ماتر كونسيستس اوف فور كومبوننتس ووتر اير فاير اند داست. لكن اللي عمل ريفيوز لارستوتل ايميجينيشن كان بويل لما قال ان الاليمنت از بيور سمبل سبستانس. يبقى معنى كده ان انا الجزء الاولاني قدرت افرق بين الاتوم عند الديموكراتكس وعند بويل. بعد كده عرفنا ريفيوز ذا ايديا اوف اتوم اللي رفضها كان ارستوتل، لكن refuse the Aristotle imagination كان بويل. ومن فضلك تركز في الترتيب. تمام. ايه السيميلاريتيز بين الديموكراتكس ودالتونز؟ الاثنين اتفقوا على ايه؟ فكر كده حضرتك معايا شويه. يا ترى الديموكراتكس ودالتون الاثنين اتفقوا على ايه؟ لو ركزنا شويه هنلاقي الديفينيشن اوف اتوم. الاثنين عملوا ديفينيشن للاتوم. كويس؟ اه طبعا كل واحد مع اختلاف السؤال بتاعه الديفينيشن بتاعه، لكن هما الاثنين اتفقوا في ان هما عملوا ديفينيشن لمين؟ للاتوم. ودي كانت من السيميلار او من الايديا نمبر 3. السيميلاريتي بقى بين تومسون ودالتون، نفكر كده مع بعض برضو. ايه السيميلاريتي بين تومسون وبين دالتون؟ الاثنين اتفقوا في ايه؟ سيميلاريتي بين تومسون ودالتون. نفكر شويه. لو ركزنا هنلاقي ان الاثنين اتفقوا على ان الاتوم از دينس، ودي مهمه جدا. اتوم از دينس. الاتوم ما كانتش في سبيس لكن كانت دينس، كانت مصمطه. الاثنين قالوا كده. اه تومسون لما قال ان الاتوم از سيمتريك سفيريكال بوزيتيف تشارج انسايد ايت نيجاتيف الكترون تو ميك ذا اتوم الكتريكال نيوترال. تمام. طب دالتون، دالتون برضو قال ان الاتوم از سوليد. تمام. يبقى الاثنين اتفقوا في اتوم از دنس. ركز حضرتك في شكل السؤال. اتومز of the same elements. ما لهم الاتومز of same element؟ نركز. وده كان كلام دالتون. كانوا سيميلر. ايوه بس سيميلر فين وكانوا ديفرنت فين؟ كانوا سيميلر في الايدنتيكال elements. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن الكبر فنلاقي ان الاتومز اوف كبر از سيميلر، لكن لو اتكلمنا على الاتومز اوف كبر اند اتومز اوف ايرن هنلاقيهم ديفرنت. فساعتها دالتون قال ان similar element has same atom، وقال ان different element had different atom. حلو قوي. طب وبعدين كمان قال ان any matter consists of different elements. يبقى تاني الاتومز of same element identical، الاتومز of different element are differ، الماتر consists of different elements، وكل دي كانت من ضمن الحاجات اللي قالها بور. طيب جملة تاني من فضلك ركز. احنا بس بنعمل عملية تجميع شكل السؤال ممكن يجي ازاي، تفكير فيه بيجي ازاي.
مش هيجي سؤال ويقول لي ديفاين، مش هيجي سؤال ويقول لي جيف ريزون، لازم افهم ما وراء الموضوع. طيب يا ترى الجاز كوندكت الكتريستي؟ الحقيقه الجاز باد كوندكتور اوف الكتريستي، الجاز ما بيوصلش الكهرباء الا اذا الا في، لازم يكون في شروط عشان الجاز كوندكت الكتريستي. ايه الشروط دي؟ لازم يكون في عندي هاي فولتج. طب وايه تاني؟ قال لي ولو بريشر، لو الاثنين دول اتوفروا ممكن الجاز كوندكت ايه؟ كوندكت الكتريستي. يبقى وين بريشر از فيري لو اند فولتج از فيري هاي، ساعتها هنقول ان الجاز كوندكت الكتريستي. طب حلو قوي. الجزء الثاني ات نورمال تمبريتشر ذا جاز باد كوندكتور اوف الكتريستي، لو كان الجاز بيوصل الكهرباء كنا هنقرب ايدينا من الفيشه هنتكهرب، فطبعا اكيد ما بيوصلش الكهرباء الا تحت شروط معينه. معلومه ثانيه من المعلومات اللي احيانا بنتلخبط فيها، طب ايه المعلومه دي؟ المعلومه بتقول ان الكاسود لازم كونكتد تو ذا نيجاتيف بول اوف باتري، طب والانود كونكتد تو ذا بوزيتيف بول اوف باتري. اوعى تلخبط، لان لو لخبطت مش هيطلع معانا نتائج زي ما احنا عايزين. طيب نيجي بعد كده ونبدا ندور على اول اكسبيرمنت قابلتنا في المنهج، واول اكسبيرمنت قابلتنا في المنهج كانت تومسون اكسبيرمنت. تومسون هو عمل حاجتين، نمبر 1 هو شارك او ديسكفر ذا كاثود راي، اكتشف الكاثود راي. طب وايه تاني؟ وعمل لنا تومسون اتوميك موديل لما قال ان الاتوم از برتقانيه سيمتريك سفيريكال بوزيتيف تشارج انسايد ايت نيجاتيف الكترون تو ميك ذا اتوم الكتريكال نيوترال. كويس. طيب وده وصلني لايه؟ ان الكاثود راي عباره عن ستريم اوف الكترونز. مهمه دي تاني. يبقى مين هي الكاثود راي؟ الكاثود راي عباره عن ستريم اوف الكترونز. حلو. نشأت فين؟ بروديوسد ان فاكيوم جلاس تيوب كونتيننج جاز ات لو بريشر اند هاي فولتج. اول ما حطيتها في البامب او في التيوب دي اللي حصل؟ بدات اقلل البريشر، بدات ازود الفولتج، اللي حصل بدات تظهر الكاثود راي، وعرفنا ان الكاثود راي ستريم اوف الكترونز. جميل. شويه صغيرين كده ونبدا نخش في شويه ايه؟ شويه اسئله على الجزء ده. تاني حاجة قالها لنا أو لاحظناها في تومسون اكسبيرمنت إن موف إن ستريت لاين، ولما بموف إن ستريت لاين لازم من الكاسود للأنود، من الكاسود من النيجاتيف بول للأنود بوزيتيف بول. تمام. يبقى معنى كده إن الكاسود راي دي عبارة عن ستريم أوف إلكترونز موف فروم كاسود تو أنود إن ستريت لاين. طبعا وعرفنا قبل كده في الشرح بتاعنا عرفنا ازاي انها ستريت لاين عشان فورميشن اوف شادو او بتكون لي شادو. ايه تاني؟ عرفت منين انها نيجاتيف تشارج؟ قلت له سهله، لما قربناها من بوزيتيف بول اوف ماجنتيك فيلدز ايه اللي حصل؟ لقيتها اتراكتد تو اتش، معنى النيجاتيف اتراكتد تو ذا بوزيتيف معناها ان هو ايه؟ ان هو نيجاتيف تشارج. تمام. يبقى انا لو قربت منها ماجنتيك او الكتريك فيلدز هنلاقيها انها بتتحرك في اتجاه البوزيتيف، وكلمه بتتحرك في اتجاه البوزيتيف يبقى معنى كده ان هي نيجاتيف. خلي بال حضرتك من الملاحظات. ايه تاني؟ هالثيرمال افكت، لو انا جبت اي حاجه معدنيه او ترمومتر او ما الى ذلك وحطيناها جوه الكاثود راي ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي التمبريتشر عاليت. يبقى اتفقنا موفين ستريت لاين فروم نيجاتيف تو بوزيتيف، اتفقنا انها بوزيتيف تشارج، اتفقنا انها ثيرمال افكت وين اكسبوزد تو بلاتينيوم شيت، نقرب منها بلاتينيوم شيت هنلاقي التمبريتشر بتاعته بدات تعلي. كويس. ايه تاني نلاقيها؟ نلاقي كمان في البروبرتس بتاعت الكاثود راي انها هاز ماس. لما قربنا منها كده فان، فايه اللي حصل؟ لقيت الفان دي بتتحرك. تمام؟ معنى ان الفان دي بتتحرك معناها ان الكاثود راي هاز ماس باي روتيشن اوف سايكل ميد اوف مايكا وين اكسبوزد تو كاثود راي. يبقى هنجيب فان، والفان دي ميد اوف مايكا خفيفه، هنحطها في الدايركشن اوف ذا ريز، فهنلاقي ان الفان موف، معنى انها اتحركت معناها ان الكاثود راي هاز ماس. هاز ماس. تمام. ايه تاني؟ دونت ديبند اون كاثود ماتيريال اور كايند اوف جاز. وساعتها قلنا لو انا غيرت نوع الكاثود ماتيريال، بدل ما هو كبر حطيته زنك، حطيته ايرن، حطيته اي حاجه من الحاجات دي، مش هيأثر. طب لو غيرت الجاز اللي جوه برضه نفس الكلام، الكاثود راي هتطلع في جميع الاحوال. ليه؟
اصل الكاثودريه عباره عن ستريم اوف الكترونز، وكل السبستانس اللي في الدنيا وكل الجاز اللي في الدنيا فيها ايه؟ فيها الكترونز. عشان كده دونت ديبند اون كاثود ماتيريال اور كايند اوف جازز. تمام؟ يبقى انا كده عرفت شويه ملحوظات في تومسون، وعرفت شويه ملحوظات في الكاثودري اللي اكتشفه تومسون، وعرفنا انها الكترونز، وعرفنا انها نيجاتيف تشارج، وعرفنا انها موفز ان ستريت لاين، وعرفنا ان عندها ماس، وعرفنا ان الكاثود راي دونت ديبند اون كاثود ماتيريال اور كايند اوف جاز. طيب واتفقنا كمان ان الكاثود فاوند ان اول ماتيريال. كويس، بعد ما تومسون اكتشف الكاثود راي عمل لنا زي ما اتفقنا، عمل لنا الاتوم، والاتوم بتاعته كانت سفيريكال سيمتريك بوزيتيف تشارج انسايد ات نيجاتيف الكترون تو ميك ذا اتوم الكتريكال نيوترال. يبقى هو قال لي ان الاتوم الكتريكال نيوترال، ودي معلومه. يبقى مين اللي قال لنا او اول واحد قال لنا ان الاتوم الكتريكال نيوترال؟ كان عندنا تومسون. بعد ما خدنا الايديا او النوتس اللي موجوده عندنا بتاعه الكاثود راي هنركز على شابتر 1، وبعد كده في الحلقه الثانيه هنركز على شابتر 2. وبعد كده هنبتدي نحل امتحان 2020 والامتحان التجريبي. طيب نوتس ان رازرفورد اكسبيرمنتس. رازرفورد بقى نفتكر كده الاكسبيرمنت مع بعض. حضراتكم لو رجعتوا للحلقات اللي فاتت هتشوفوا فيديو ليها. رازرفورد اكسبيرمنت كانت الفكره بتاعته كلها انها بتعتمد على ان انا بجيب الفا ريز مش كاسود، وهقول لك ليه دلوقتي. طب وبعدين بندخل الالفا ريز على شيت اوف زنك سلفايد، والزنك سلفايد نحدد اماكن الجلوينج للماتيريال للالفا ريز. طب وبعدين بنجيب سين جولد فيل ونحطها ان ذا دايركشن اوف ريز، وبنشوف يا ترى ايه التغيرات اللي حصلت لها. ساعتها اكتشفنا ان في ثلاث تغيرات. اول حاجه ان 99.9% اوف الفا بارتكل بنتريت سين جولد فيل. كويس. وتاني واكتشفنا ان سمول بارتكلز دونت بنتريت سين جولد فيل، واكتشفنا الاكتشاف الثالث ان سام الفا بارتكل ديفليكتس. ومن هنا عرفنا ان موست اوف اتوم سبيس، عرفنا ان في نيوكليس انسايد ذا اتوم، عرفنا كمان الحاجه الاخطر ان النيوكليس اللي عندي بوزيتيف تشارج. طيب هو الاول كان بيستخدم الفا، طب ليه ما استخدمش الكاثود؟ ليه ما استخدمش حاجه ثانيه؟ اشمعنى الفا اللي استخدمها؟ ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. الفا هاز ويك بنتريتنج باور. كلمه هاز ويك بنتريتنج باور معناها ايه؟ معناها ان طول ما الدنيا فاضيه هي معديه، بتخترق اي حاجه وتقدر تعدي من خلال اي حاجه. يعني من خلال السين فيلم، السين جولد فيلم تقدر تعدي، بتعدي من اي مكان. هاي بنتريتنج باور. ليه؟ قلت له ما انا لازم اخلي ويك بنتريتنج باور، ما انا مش عايزها لو في حاجه قدامها تقدر تتعكس مره تاني. طب ايه اللي ممكن يكون قدامها؟ لو انا خدت جاما مثلا هتعدي من الكل، مش هشوف حاجه. لكن لما انا خدت الفا عشان ويك بنتريتنج باور، لقيتها انها جت لما قابلت في السكه نيوكليس راحت ارتدت مرتين. يبقى انا كده عرفت ان في نيوكليس في النص. لو كانت هاي بنتريتنج باور زي جاما كانت هتعدي من النيوكليس كمان، فبالتالي ما كنتش هعرف ان في نيوكليس انسايد ذا اتوم. يبقى بيكوز ات هاز ويك بنتريتنج باور تو نو اف بارت اوف اتس اوف دنس دونت بنتريت ات سو ات ريفلكتد اولسو الفا از هيفي اند سلو. يبقى معنى كده ان في اي حاجه في سكتها بتحس بيها، لما بتحس بيها تبدا ترتد مره تاني. وده اللي ساعد رازرفورد وجايجر ومارسدين ان هم يعرفوا ان انسايد ذا اتوم ذير از نيوكليس. حلو، ودي كانت ملحوظه مهمه جدا جدا. طيب اشمعنى جبنا سين فيلم جولد؟ ليه ما جبناش اي حاجه تاني؟ ما احنا عندنا اليمنت كتير قوي، ليه ندور على الحاجه الغاليه قوي ونبدا ان احنا نحطها عشان نعمل بيها الاكسبيرمنتس؟ هنلاقي ان الاتوميك نمبر والاتوميك ماس بتاعت الجولد هاي. طب وايه يعني؟ قال لي معنى انها هاي يعني معنى كده ان الاتوم فيري دنس، بمعنى ان تقدر تعمل ريفليكشن لمين؟ تقدر تعمل ريفليكشن للالفا بارتيكلز. يبقى كان ميكس ان فيلم كيب اتس كريستالاين شيب اند اتس سوليديتي، بيحتفظ بصفاته الصلابه بتاعته الكريستالاين بتاعته. نمبر بروتون في كام؟ 79، رقم كبير. طب وال 79 ده يساعد على ايه؟ يساعد لما الفا بارتيكلز تصطدم بيه ترتد مره تاني، غير لما انا اخد اتوم تانيه يكون الدنس بتاعت النيوكليس قليله شويه فممكن يعدي منها جزء، وساعتها كانت الاكسبيرمنت مش هتتظبط معايا. يبقى اكتشفنا في رازرفورد
ليه في رذرفورد استخدمنا الفا ما استخدمناش حاجه تاني؟ تاني حاجه ليه استخدمنا سين فيلم جولد؟ تمام، ايه اللي حصل؟ لو انا بدلت what happens when instead the gold by other slide، طيب انا هشيل الجولد ده واحط سلايد تاني غيره. The other substance with more in atomic number the angle deviation is very large. لو انا خدت حاجه الاتوميك نمبر بتاعتها اعلى من الجولد هيحصل ان الانجل ديفيجن از فيري لارج، يعني الانحراف بتاعها هيبقى كبير جدا جدا، فيري لارج دي تو ريبالشن فورس. طب والفيري لارج ممكن ايه؟ ممكن ما يبانش عندي على الشاشه بتاعت مين؟ بتاعت الزنك سلفايد. تمام، فعشان كده احنا محتاجين حاجه تكون متوسطه. لو كان الاذر سبستانس اللي عندي الاتوميك نمبر بتاعها صغيره كانت الانجل اوف ديفيجن هتبقى صغيره جدا، ولو كانت صغيره جدا ما كانش برضه هيبان الديفيجن اللي عندنا. فاحنا خدنا اتوميك نمبر كبير لكن في اكبر منه بلاش منه، وفي اصغر منه ما فيش داعي، الانسب لينا كان السن فيلم جولد. تمام. سبستانس يوزد تو نو نمبر اند بوزيشن اوف الفا بارتكل الزنك سلفايد. ليه خدنا الزنك سلفايد؟ زنك سلفايد ميك جلوينج ويز الفا بارتكلز. طب وما دام عمل لي جلوينج مع الالفا بارتكلز يبقى انا هقدر احدد مكان الريز او مكان الالفا بارتكلز افتر بنتريتنج سين جولد فين، ودي ساعدت رذرفورد في التجارب اللي عنده. تمام. كاسود راي، لو كنت استخدمت كاسود راي از نيجاتيف، الجاما رايز از بوزيتيف، ونظبط اللي هي الكاسود راي نيجاتيف، الجاما اللي عندنا لا، الجاما نو تشارج نو تشارج، اللي كان بوزيتيف كانت الالفا، فاحنا خدنا مين؟ خدنا الالفا علشان تبان فيها الريز بتاعتنا. طيب عشان تبان فيها الجلوينج. يلا بقى نبتدي نشتغل بعد كل الافكار دي، نبدا نحل شويه وبعدين نرجع نكمل الافكار بتاعتنا. طيب تركيز بقى عشان نشوف شكل السؤال بيجي ازاي واحله ازاي. اول سؤال، ساينتست هو ديسكفرد كاسود راي، مين من دول هو اللي عمل الكاسود راي او اللي اكتشف الكاسود راي؟ بويل، رذرفورد، دالتون، تومسون. حضرتك تركز شويه، لسه حالا من ثواني قايلين ان ديسكفرد ذا كاسود راي از تومسون، يبقى ده السؤال الاول اللي عندنا. طيب السؤال الثاني، سم ريفلكتد رايز ان رذرفورد اكسبيرمنت تو بروف ذات، لسه برضو قايلين ممكن نجاوب من غير ما نقرا حتى التشوز. ليه حصل ريفليكشن للسام ريز اوف الفا بارتكلز، او لما حصل لها ريفليكشن بروف ذات ايه؟ اثبتت لنا ايه؟ ركز حضرتك معايا، يا ترى اثبتت لنا ان موست اوف اتوم ار سبيس، ولا الاتوم از دنس، ولا ذا اتوم كونسيستس اوف هاي دينستي نيوكليس، ولا اول ذا بريفيوس؟ ركز بعد اذن حضرتك، ريفليكتد، كلمه ريفليكتد انعكست يعني رجعت تاني. طب رجعت تاني ده معناها ايه؟ معناها ان في حاجه جوه رجعتها، يبقى نختار انهي اجابه من دول؟ ها، سي ولا بي؟ ركز عشان الاثنين قريبين قوي من بعض. اتوم از دنس، ذا اتوم كونتينز هاي دنستي نيوكليس، موست اوف اتوم ار سبيس، all the previous. طيب لو خدنا الجملة الأولانية، most of atoms are space، الجملة دي صح ولا لأ؟ معظم الأتوم سبيس، أه طبعًا. أيوة بس اللي أثبت لنا كده كان رذرفورد. بس إيه في رذرفورد اللي أثبت لنا كده؟ إن الأشعة حصل لها ريفليكتد، ولا إن most of alpha rays penetrate single film؟ طبعًا عشان most of alpha rays penetrates، عشان معظمها عدى، فساعتها قلنا إن الألفا إن الأتوم is space. طيب اتوم از دنس ولا الاتوم كونتينز هاي دنستي نيوكليوس؟ الاثنين قريبين من بعض، بس انا عايز اوصل المعلومه المظبوطه اللي تقول ان جوه الاتوم في هاي دنستي، والهاي دنستي دي اسمها نيوكليوس، وده اللي احنا اثبتناه. ده اللي احنا اثبتناه. اتوم از دنس؟ لا غلط طبعا، اتوم مش دنس، النيوكليوس هي اللي كانت دنس. تمام، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى سي. تمام، السؤال اللي بعده، When the A rays pass in the electric field they deflect toward the positive pole. لا نركز شويه صغيرين كده ونشوف تاني. بيقول لك انهي rays deflected to the positive، يا ترى اكس راي ولا جاما ولا كاثودز ولا الفا؟
بتركيز هنقدر نطلع الاجابه المظبوطه. تاني، هو ديفليكت توورد بوزيتيف، ما قالش بوزيتيف. تاني، قال ديفليكت توورد بوزيتيف، هيروح ناحيه البوزيتيف لكن ما قالش بوزيتيف. طب ما تيجي ندور على واحده واحده من الاخر. الالفا بوزيتيف، طب الكاسود نيجاتيف، طب الجاما نو تشارج، طب اكس راي مش موضوع. يبقى معنى كده ان الاجابه بتاعتنا في البوزيتيف وفي النيجاتيف. تمام، طب حضرتك تختار ايه؟ بقول لك ديفليكتد توورد بوزيتيف يبقى نيجاتيف، يبقى الاجابه باينه. ما دام نيجاتيف يبقى كاسود، واحنا اثبتنا ان الكاسود نيجاتيف لما قربنا بيه ماجنتيك او الكتريك فيلدز كان بوزيتيف تشارج فدايركتد تو اتس. تمام، السؤال اللي بعد كده، indicate which of the following electronic configuration are impossible and explain why they can't be released. تاني بقى من فضلك، تاني انا عايز اعرف مين من الالكترونيك كونفيجريشن اللي عندنا ده impossible، مستحيل. تمام، طيب هنشوفه حالا من خلال جملة صغيرة. عايز اعرف لو انا قلت، هو جزء قدام شوية بس هنقوله كده بسرعة، لو انا قلت 1s3، يا ترى 1s3 ده electronic configuration possible or impossible؟ حضرتك تفكر شوية هتلاقي impossible. ليه؟ انت قلت s3، الاس ده consists of one orbital only. طب ما اقول one orbital only، الاوربيتال saturated by 2 electron، orbital saturated by ايه؟ by 2 electron. يبقى لما اجي اقول 1s3 يبقى الاجابة بتاعتي غلط، يبقى impossible. طيب آخر سؤال، which configuration represent nitrogen according to OFBO principle؟ يلا عايز أعرف مين من دول according to OFBO principle يعتبر الـ electronic configuration أو right electronic configuration for nitrogen. بالمناسبة النيتروجين 7، لو حضرتك بصيت هتلاقي كلهم 7. طب أنا دلوقتي عايز أدور أنهي إجابة مظبوطة عشان أحدد بيها، يا ترى الإجابة بتاعتي 2 5، 1s2 2s2 2b3، 1s2 2s2 2bx1 2by1 2bz1، 1s2 2s1 2b4. الكترونيك كونفيجريشن الاولاني كنا بنعتمد عليه زمان اول ما بدانا نكتشف بور، لكن قبل ما نكتشف الاوفو برنسبل. طيب 1s2 2s2 2b3 هي اللي بعدها. طب ايه الفرق؟ الاجابه نمبر بي ديبند اون اوفو برنسبل، الإجابة نمبر سي depend on Hund's rule. هو السؤال according to OFBO principle، يبقى الانسر is سي. كده النهاردة خدنا جزء من الريفيجن بتاعنا، إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنقدر نكمل بقية الريفيجن. الحلقة الجاية أسئلة أكتر منه ideas أو أفكار تخص الجزء اللي جاي. منتظرينكم إن شاء الله مع بعض في الحلقة اللي جاية. شكرا لحضراتكم.